السلام عليكم ورحمة الله، كيف حال الشباب؟ طبعا اليوم زي ما انتم شايفين الرندر على السريع راح اعطيكم هو الرندر الاحسن من هذاك. طبعا هذاك المقطع اللي مع كان مع السلو موجن لا احد يطالع فيه حق الرندر ذاك، خاص خذ ذا الرندر، معلش هذاك الرندر كان مضروب شوي. انا كنت استخدمه لكن للاسف لقيت فيه مشاكل من جد، يعني مثلا كذا اللقطة فجأة يجيب لك علامة سوداء فيها يعني شاشات سوداء تشطح كذا، هذا مشكلة ذاك الرندر يعني لا احد ياخذ. الرندر هذا ان شاء الله نظيف محترم، حتى يعني حجمه مناسب وبدون خسارة اي جودة متأكد، وحتى ينفع للناس اللي يرفعوا المقاطع. طبعا انا راح استخدم هذا الرندر هذا الرندر طبعا للناس اللي يرفعوا المقاطع، وكنت انا استخدمه، لكن حاليا استخدم الافتر افكت في الرندر النهائي، فيعني الشغلة طويلة مو لازم اشرحها. حتى الجودة الاصلية اللي اسأل عنها هذه برضو من الافتر افكت مو من سان فيجاس، يعني حتى مرة ما انصحكم تسويها، لانه تخيل الرندر يقعد 5 ساعات ولا على جهاز قوي كمان، يعني تخيل الاجهزة الضعيفة ايش بيصير، يعني مرة ما انصحك بيها. غير انه بالله ايش بتستفيد يعني على 50 واحد يشوف المقطع على 100، يعني مو حق التعب صح ولا لا؟ لكن هذا الرندر مرة ممتاز 1080 والجودة ممتازة ما فيها اي مشاكل. طيب اول شيء هذا المقطع، طبعا هذه اللقطة كانت اول لقطة، اول قتلتين في باتل فيلد فور، شوفوا حق التعليمات فوق في البداية، ما ادري احسها لقطة عادية بس كذا، ما ادري احسها خرافية يعني. طبعا اول شيء زي ما تعلم نضغط باليمين نروح على هنا ديزيبل ريسامبل، لازم تسويها عشان يطير الفريمات اللي تتدبل. هذا المقطع هنا في عدادات معينة قبل ما نسوي رندر، في عدادات معينة دائما ما حد ينساها، هذه عبارة عن خصائص المقطع، اللقطة اللي تشوفها انت بعينك في ذي الشاشة الصغيرة، بس ما له دخل بالرندر. هذه عشان يعني تشوف المقطع كيف، على يعني ما يعني تشوف تسوي الايديت صح، فهمت؟ لازم تشوف المقطع صح. اول شيء الريزولوشن انت تسوي زي ما تبغى، انا حاطه على 1080 60 فريم 30 فريم، حط على 1080، لكن كل شيء كل واحد حر، يعني اذا شاشتك 720 غير عدادات الابعاد، هذه شيء راجع لك. الفريمات هنا مهمه، خليها اضغط اشتر على كذا وحط 30 30 فريم. تقول لي انا عندي مقاطع 60 فريم احط، ليش تحط 30؟ 30 هذا ما له دخل بالرندر، هذا اللي تشوفه انت، لانه لو حطيت 60 راح يبطئ المعالج. غير انه ايش الفائده تشوف مقطع هنا 60 فريم؟ انت بتسوي اديت 30 فريم وتحطه في اليوتيوب 30 فريم صح ولا لا؟ فالافضل انك تحط 30 لانك بتسوي الاديت صح. غير انه لا تخاف يعني لو سويت سلو موجن لمقطع راح يجي هنا سلس، يعني لو كان 60 فريم يعني لا تحسب انه راح يتحول 30، لا هذا مجرد رؤيه يعني. طيب نجي للبكسل فورمات نخليه 32 لانه يعطيك الجودة كاملة. هنا حاجة مهمة، اذا خليت هذا كذا شوف ايش راح يصير، شوف كيف الالوان صارت تخبيص، فلا خليه اوف، طفي ذا الشيء، شوف ترجع الالوان الممتازة. شوف الفرق بين 8، شوف لو حطيت 8 شوف راح يجيك في فرق بهتان شوي كذا تحس. ف 32 يعطيك الالوان اللي انت لعبت بها من جد، فهمت؟ ولو كان كمبيوترك يعني بطيء وزي كذا خليه 8 زي ما هو احسن لك ويكون سريع يعني. هذا خليه 1 مهم. خلي الفل ريزولوشن ريندر كواليتي بيست يعني احسن شيء. الموجن بلر خلي ما ادري الموجن ايه، خلي قشن. هنا خليه نون لانه دائما يكون بلند فيلد، لا خليه نون. نضغط على ذي الكلمه نحط ابلاي عشان هذه الكلمه يعني ايش صح، ذا يخلي كل بعد كذا يشتغل على ذي الاعدادات، ما راح يعني كل مره تعيده، لا خلاص تشغل سان فيجاس على ذي الاعدادات. نروح الاوديو في حاجه نسيناها، زي ما انت شايف زي ما هو، نخلي 44 اتوقع يكون 48، لا خلي 44 لانه ما في فرق. وهذا 16 لا تخرب، انا صراحه ما احب اخرب، خلي 16 ما الصوت مو مشكله يعني. اما هذا خليه بيست لانه مهم في اعدادات لما تسوي سلو موجن للصوت يجيك باوضح ما يمكن، فهمت؟ خلاص خلي ابلاي اضغطه اوكي كذا خلاص، هذا المقطع حقنا. طبعا قبل ما تسوي رندر بعلمكم على حركه. شوف مثلا جيت عند هذه اللقطه، ايه جيت بزوم. طيب بوريكم كذا، شوف كبر لكم عشان طبعا هذه اللقطة، اروح على مؤثر اسمه الشاربن،
هنا هذا هو. خذ اللايت. طيب لاحظت والله من جد في فرق. شوف اذا لاحظت طالع في التفاصيل يعني. طيب لحظه خليني اكبر ذا ايه كذا واوضح شيء. طيب ايش ذا الزحمه. شوف الحين لو طفيته ها طلع في الحروف هذه ايش يصير؟ شايف صارت يعني ادق واوضح، فهمت؟ انت خلي الشاربن مو 250، خليه 150، ما ادري انا اشوف كذا يعني عشان ما ياثر في المقطع ويخربه، وفي نفس الوقت يدي جمال او وضوح خاصه للشعيرات النخل هذيك. لو تلاحظ لو طيرت رجعت يمكن ما تلاحظ، ما ادري، بس انه في فرق صدقني لو تدقق. عموما هذا عشان يعني لو حطيت المقطع في اليوتيوب نوعا ما يكون جودته حلوه، لانه تعرف اليوتيوب خلوه في راسكم، اليوتيوب يرندر المقطع مره ثانيه، يعني تحط ذا المقطع بذا الوضوح تلقاه هناك خايس شوي، مو بنفس ذا الوضوح، مره مو بنفسه، تلقاه اخيس شوي، ما ادري كذا اليوتيوب سيرفرات ما تتحمل. لازم توضح قدر الامكان هنا عشان لما تحطه هناك يكون ها الوضوح اقل، مو مره يعني مدمر. فهذه يعني نصيحة. يمديك تحط ألوان معينة مثلا كرر كوركشن زي ما أنت تبى، يعني تضبط العداد زي ما أنت تبى، يعني شوف مثلا تخلي الألوان مايلة للزرقاء منها رايح للأحمر. أنا زي كذا غالبا بديت الفترة الأخيرة أضبط كلر كوركشنز معينة عشان يعني تعطي جمال للمقطع بحيث انها ما تخرب المقطع، هذا اهم شيء. طبعا انا استخدم الافتر افكت، سان فيجاس مره بستخدم في مؤثرات، فما ادري على كيفكم. طبعا سان فيجاس يعني شيء بيسك او يفيدكم اذا بتتعلم عليه، من جد في مؤثرات حلوه يعني، ما اقول لك ابو كلب، لا بالعكس خطير. الشيء يعني راجع لك تضبط، ما علينا. الحين بتسوي رندر تاشر عليه، مهم انك تاشر عليه العلامتين الصفراء دي، لانك لو ما اشرت عليه ممكن ما يجي المقطع. اشر عليه وروح على ذي الزر ذا ريندر از، خلاص انتهينا. طبعا اول شيء تنزل تحت تروح على وين، ايوه الويندوز ميديا اوف فيديو، وهذا هو تفتحه وتنزل تحت 8 ميجا تختارها تحط كاستمايز. هنا الصوت خليه كله زي ما هو ما عدا هذا، خليه 44 كيلو هرتز صح؟ اي هذا هو. لانه ايش الفرق بين 48 و44؟ ما فرق، لكن فرق في الحجم، انت بتاخذ اقل حجم، فانا بعطيك اقل حجم واعدادات يعني مره كويسه ووضح عليه. روح الفيديو هذا لا تخليه زي ما هو، حطه على كواليتي في بي ار. طيب كواليتي في بي ار اي وبس، خلي هذا زي ما هو كله. الريزولوشن انت سوي زي ما تبى، يعني تعدل فيه زي ما تبع على اعدادات لعبتك، على اعدادات ما ادري. فاذا ما تعرف خلي 1280x720 هو المعتاد يعني. هنا خلي 30 فريم لانك انت بترندر على اليوتيوب، ف 30 فريم غصبا عنك عشان تحطه بالحجم المناسب. الكواليتي لا تخليه 100، راح تقول لي ليش يا حماس انت مجنون، خلي 86. طيب شوف هذه عدادات مجربه وانا مجربها، هي من واحد اجنبي كمان. انا مجربها، ايش الفرق بين 86 و100%؟ ما في ولا ذرة فرق. انا مجربها على يعني متأكد، حتى اني سويت رندر على ذا ورندر على ذا ووقفت نفس الصورتين وعلى مسافات بعيدة حتى وكذا، مقطع مسافة بعيدة عشان اشوف الكواليتي ينقص، مرة ما في كواليتي ينقص. هذه زي ما تقولوا ما ادري وسوسة ولا استهبال، فخليها 86 وشوف الفرق. الفرق في الحجم، 86 تفرق في الحجم و100 تفرق، 100 تعطيك حجم زايد و86 نفس الحجم، اقل قصدي اقل من ذاك الحجم ونفس الجوده، فايش الفائده يعني؟ خلي 86. خلاص كل شيء ممتاز. هذا البروجكت خليه بيست. طبعا يا اخوان معلش نسيت حاجه، بس طبعا قصيت المقطع كذا. هذه هي شوف، اول كانت كذا صح، هذه اذا كانت 1.3 راح يجيك في الاطراف اشياء سوداء، خليها واحد، مهم انك تخليها واحد وبس. وفي حاجه كمان هنا الريزولوشن، اذا يعني نفس الحجم تبال حق اللعبه اللي سجلتها خليه اول كلمه ذي كيب اوريجينال سايز، وخلاص راح يجيك نفس الريزولوشن وكل شيء.
وبس كذا. بعد ما حفظت الاعدادات ذي عشان ما تعيدها كل مره، فوق هنا سميه اي شيء مثلا، هنا 3 وطق اضغط سيف، راح تسجل عندك. ها هذا هو 1 2 3 عند نفس المكان ويندوز ميديا فيديو، تنزل تضغط عليه مره ثانيه وخلاص كذا يكون يعني انتهيت من كل شيء. المهم هذا هو يعني سميته، واضغط رندر وانتهينا خلاص، يسوي رندر بكل بساطة. طبعا خلصنا من الرندر وهذا هو. في ناس ما ادري، لكن يعني انا شفت كذا تعليق عن ذا الموضوع، في واحد مسكين والله عصب من ناحية انه قاعد يفهم وكذا. ف سبيد تيست يا اخوان، يعني انا ما ادري لين ذحين انتم فاهمين هرجة الموقع ذا، في ناس ما مفاهمين. هذا يقيس لك سرعة الداونلود والابلود والبينج، فما ادري ايش يعني. انا من جدة، طيب نروح هنا ونختار سعودي تيليكوم كومباني، لاني اس تي سي الشركة، لو كان موبايل اختار موبايل، لو كان زين اختار زين. هذا سعودي تيليكوم كومباني، شوف كم يعطيني البينج 6. الحين يتحمس يقول اوف هذا حماس، بينجك 6 اوه تدعس. مو كذا والله، مو كذا. هذا بينجي في جدة، لو كان سيرفر باتل فيلد 3 هنا في جدة في المثلث هذا، بينجي راح يجي 6 وادعس زي ما ابى. لكن السيرفر ما هو في جدة يا اخي يا اخي يا اخي، افهم. يعني في ناس فاهمين غلط، البينج هذا حق جدة، انا من جدة يديني بينجي اللي في جدة. يعني شوف الابلود الخايس والله شيء يقهر، انا احتاج ابلود، احتاج رفع، ايش هذا. عموما ما علينا من الكلام ذا، انا اقول لك الحين خلي ننتهي ذا، يلا انتهي الحين بعطيك السالفة. طيب ايه نيو سيرفر. طيب شوف الحين ايش بلا ذا، ايه طيب علق. شوف الحين نرجع نختار مثلا، غالبا يكون سيرفرات باتل فيلد في المانيا، ما ادري اتوقع المانيا وين، عموما يمكن هنا المانيا، لا هذه باريس ما ادري لندن. وين المانيا يا شيخ يا رجل، يلا من هنا من باريس ما ادري الزفت. عموما لو كان السيرفر في باريس، شوف البنج اللي راح يطلع لي، ها 82 تقريبا زي البنج اللي طلع لي في المانيا 90 100، ها قريب منه صح ولا لا؟ هذا البنك، هذا اللي يلعب فيه باتل فيلد، مو هذا 90 غالبا 90 يكون، مو 82. يعني افهموا يا اخوان، يعني هذا مو معناته انه فهمت، يعني فهمت اكيد فهمت. هذا هو يعني حتى نظام الهوست، لو كنت انا العب كود الحين في بلاي ستيشن عشان تفهموني خلاص، وكان واحد الهوست في الرياض، واحد من الرياض وهو الهوست، وانا خشيت عليه بارتي وهو كان الهوست، دائما نعرف الهوست هو طلقته سريع في البلاي ستيشن. شوف الحين اختار الرياض، راح يجيني انا بينج قول يمكن 20، هو بينج 1-0 يمكن لانه هو الهوست. فافهم يعني يا ليت، ها هذه الرياض، شوف البينج اللي راح يطلع مختلف مره، مختلف مو 6 مستحيل 6 يمكن كم اي 400، لا في غلط. عموما راح يطلع يعني 20ات 30ات. هذا هو، ما بطول عليكم، شكرا لكم والسلام عليكم.